بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 53. الحمد لله رب العالمين على فضله وإحسانه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم رسله وأمينه على وحيه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وبعد، يواصل الشيخ رحمه الله حديثه عن داء الحسد فيقول: وقد ابتلي يوسف بحسد إخوته له، حيث قالوا: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين، فحسدوهما على تفضيل الأب لهما. ولهذا قال يعقوب ليوسف: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ثم إنهم ظلموه بتكلمهم في قتله وإلقائه في الجب وبيعه رقيقا لمن ذهب به إلى بلاد الكفر، فصار مملوكا لقوم كفار. ثم إن يوسف ابتلي بعد أن ظلم بمن يدعوه إلى الفاحشة ويراود عليها ويستعين عليه بمن يعينه على ذلك، فاستعصم واختار السجن على الفاحشة وآثر العذاب على سخط الله، فكان مظلوما من جهة من أحبه لهواه وغرضه الفاسد. فهذه المحبة أحبته لهوى محبوبها، فشفاؤها وشفاؤه أن إن وافقها، وأولئك المبغضون أبغضوه بغضة أوجبت أن يصير ملقا في الجب ثم أسيرا مملوكا بغير اختياره. فأولئك أخرجوه من إطلاق الحرية إلى رق العبودية الباطلة بغير اختياره، وهذه ألجأته إلى أن اختار أن يكون محبوسا مسجونا باختياره، فكانت هذه أعظم في محنته، وكان صبره هنا صبرا اختياريا اقترن به التقوى، بخلاف صبره على ظلمهم، فإن ذلك كان من باب المصائب التي من لم يصبر عليها صبر الكرام سلا سلو البهائم. والصبر الثاني أفضل الصبرين، ولهذا قال: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهكذا إذا أوذي المؤمن على إيمانه وطلب منه الكفر أو الفسوق أو العصيان، وإن لم يفعل أوذي وعوقب فاختار الأذى والعقوبة على فراق دينه، إما الحبس وإما الخروج عن بلده كما جرى للمهاجرين، حيث اختاروا فراق الأوطان على فراق الدين، وكانوا يعذبون ويؤذون. وقد أوذي النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع من الأذى، فكان يصبر عليها صبرا اختياريا، فإنه إنما يؤذى لئلا يفعل ما يفعله باختياره. وكان هذا أعظم من صبر يوسف، لأن يوسف إنما طلب منه الفاحشة، وإنما عوقب إذا لم يفعل بالحبس. والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه طلب منهم الكفر، وإذا لم يفعلوا طلبت عقوبتهم بالقتل فما دونه، وأهون ما عوقب به الحبس، فإن المشركين حبسوه وبني هاشم بالشعب مدة. ثم لما مات أبو طالب اشتدوا عليه، فلما بايعت الأنصار وعرفوا بذلك صاروا يقصدون منعه من الخروج ويحبسونه هو وأصحابه عن ذلك، ولم يكن أحد يهاجر إلا سرا إلا عمر بن الخطاب ونحوه، فكانوا قد ألجأوهم إلى الخروج من ديارهم، ومع هذا منعوا من منعوه منهم عن ذلك وحبسوه. فكان ما حصل للمؤمنين من الأذى والمصائب هو باختيارهم طاعة لله ورسوله، ولم يكن من المصائب السماوية التي تجري بدون اختيار العبد، من جنس حبس يوسف لا من جنس التفريق بينه وبين أبيه.
وهذا أشرف النوعين وأهلها أعظم درجة، وإن كان صاحب المصائب يثاب على صبره ورضاه وتكفر عنه الذنوب بمصائبه، فإن هذا أصيب وأوذي باختياره طاعة لله يثاب على نفس المصائب ويكتب له بها عمل صالح. قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. بخلاف المصائب التي تجري بالاختيار العبد كالمرض وموت العزيز عليه وأخذ اللصوص ماله، فإن تلك إنما يثاب على الصبر عليها لا على نفس ما يحدث من المصيبة، لكن المصيبة يكفر بها خطاياه، فإن الثواب إنما يكون على الأعمال الاختيارية وما يتولد عنها. والذين يؤذون على الإيمان وطاعة الله ورسوله ويحدث لهم بسبب ذلك حرج أو مرض أو حبس أو فراق وطن أو ذهاب مال وأهل أو ضرب أو شتم أو نقص رئاسة ومال، هم في ذلك على طريقة الأنبياء وأتباعهم كالمهاجرين الأولين، فهؤلاء يثابون على ما يؤذون به ويكتب لهم به عمل صالح، كما يثاب المجاهد على ما يصيبه من الجوع والعطش والتعب وعلى غيظه الكفار. وإن كانت هذه الآثار ليست عملا يقوم به لكنها متسببة عن فعله الاختياري، وهي التي يقال لها متولدة. وقد اختلف الناس هل يقال إنها فعل لفاعل السبب أو لله أو لا فاعل لها، والصحيح أنها مشتركة بين فاعل السبب وسائر الأسباب، ولهذا كتب له بها عمل صالح. والمقصود أن الحسد مرض من أمراض النفس، وهو مرض غالب، فلا يخلص منه إلا قليل من الناس، ولهذا يقال ما خلا جسد من حسد، لكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. وقد قيل للحسن البصري: أيحسد المؤمن؟ فقال ما أنساك إخوة يوسف لا أبالك، ولكن عمه في صدرك، فإنه لا يضرك ما لم تعد به يدا ولسانا. فمن وجد في نفسه حسدا لغيره فعليه أن يستعمل معه التقوى والصبر فيكره ذلك من نفسه. وكثير من الناس الذين عندهم دين لا يعتدون على المحسود، فلا يعينون من ظلمه، ولكنهم أيضا يقومون بما يجب من حقه، بل إذا ذمه أحد لم يوافقوه على ذمه ولا يذكرون محامده، وكذلك لو مدحه أحد لسكتوا. وهؤلاء مدينون في ترك المأمور في حقه، مفرطون في ذلك لا معتدون عليه، وجزاؤهم أنهم يبخسون حقوقهم، فلا ينصفون أيضا في مواضع، ولا ينصرون على من ظلمهم، فلا ينصفون أيضا في مواضع ولا ينصرون على من ظلمهم كما لم ينصروا هذا المحسود. وأما من اعتدى بقول أو فعل فذلك يعاقب، ومن اتقى الله وصبر فلم يدخل في الظالمين نفعه الله بتقواه، كما جرى لزينب بنت جحش رضي الله عنها، فإنها كانت هي التي تسامي عائشة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وحسد النساء بعضهن لبعض كثير غالب، لا سيما المتزوجات بزوج واحد، فإن المرأة تغار على زوجها لحظها منه، فإنه بسبب المشاركة يفوت بعض حقها. وهكذا الحسد يقع كثيرا بين المتشاركين في رئاسة أو مال، إذا أخذ بعضهم قسطا من ذلك وفات الآخر، ويكون بين النظراء لكراهة أحدهما أن يفضل الآخر عليه، كحسد إخوة يوسف وكحسد ابني آدم أحدهما لأخيه. وبهذا انتهت هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.